تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لحياة كريمة. مساء الخير دكتور غادة. النور استاذ شيرين وعلى كل مشاهدين حضرتك، اهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني من البداية وأنتم في قلب المساعدات والتعامل الإيجابي مع هذه الأزمة، لو ممكن حضرتك يعني توجز لنا أبرز إسهاماتكم في تخفيف معاناة أهلنا في غزة. الحقيقة الحمد لله وبفضل الله، يعني بفضل القيادة السياسية مصر قدرت تكون بوابة الأمان وبوابة الإغاثة للجانب الفلسطيني ولإخواتنا في فلسطين. ده من خلال المساعدات اللي أصبحت مصر هي البوابة الرئيسية ليها لكل العالم، يعني كل العالم الحقيقة الوقت ما يحب يساعد غزة وفلسطين بيبعتوا مساعداتهم لمصر. الحقيقة ده كان دور كبير للمتطوعين، سواء حياة كريمة أو التحالف الوطني، كان متطوعين وشباب مصر كان لهم دور كبير جدا في هذا الحدث، يعني بعد تصمم أيام أمام المعبر عشان يفتح، وكانت الحقيقة رحلة شاقة شفناها 30 يوم النهاردة، بداية من قفل المعبر وعدم مرور المساعدات وصولا للنهاردة الحمد لله، وبتكلل جهود القيادة السياسية والدولة المصرية بأن احنا بنشهد بشكل يومي مرور أكثر من 50 تريلا وقافلة كبيرة محملة بالمساعدات والمواد الغذائية والمياه الشرب النقية وكمان المستلزمات الطبية والأدوية وغيره للجانب الفلسطيني. فهي رحلة الحقيقة كانت صعبة جدا، طبعا الوضع في فلسطين مؤلم جدا وواجع قلبنا كلنا، ولكن الحقيقة في جزء إيجابي وفي بارقة أمل كبيرة شفناها، يعني سبحان الله كل محنة بنلاقي منحة من عند الله، وتكون مصر قادرة تكون هي بوابة النجاة وبوابة الدعم والإغاثة لأهالينا في فلسطين. يعني لو ممكن حضرتك تكلمينا عن القافلة الأخيرة دي، الثانية حتى الآن، مظبوط؟ لو ممكن صحيح، حضرتك تقول لنا إيه أبرز المواد اللي بتروح غير المية والأكل؟ هل في حاجات تانية ليها علاقة مثلا بالملابس؟ يعني الجو بدأ يبرد، ناس فقدت كل ما تملك الحقيقة، كمان لو في مساعدات طبية. صحيح، هو القافلة الثانية واللي انطلقت امبارح الحمد لله من القاهرة، دي بنتكلم في 50 تريلا تتحرك في اليوم الواحد، ده متوسط عدد التريلات. التريلات محملة بالمواد الغذائية اللي هي جاهزة للأكل على طول، عشان اللي ياخد المواد الغذائية يفتحها وياكل على طول. طبعا هناك ما فيش مأوى وما فيش كهرباء وما فيش أي احتياجات أساسية إنهم حتى يسووا الأكل، فبنراعي ده جدا في المواد الغذائية اللي بنبعتها تكون جاهزة للأكل بسهولة. كمان بنبعت المية لأن فيها نقص شديد هناك، والحقيقة في تعاون وتنسيق كبير جدا بين الجانب المصري والجانب الفلسطيني في ان هم يبلغونا باحتياجاتهم اللي محتاجينها هناك بشكل عاجل او كاولويات، وعلى الفور احنا بنعيد ترتيب الحقيقه عربياتنا والتريلات اللي معانا بالحاجات اللي هم محتاجينها. يعني اما بيبلغونا ان في نقص شديد في الادويه، في البنج، في المستلزمات الطبيه، على الفور بنبدا نحرك العربيات او التريلات اللي محمله بهذه المواد. طبعا مع بدايه دخول الجو البارد بالليل بدانا نكثف البطاطين، وكمان في ملابس للاطفال حقيقه، وفي مستلزمات طبيه زي ما قلت لحضرتك، وادويه والمواد الغذائيه المختلفه بكل انواعها. ده كان النهارده، وامبارح كانت البدايه ب 50 تريلا. احنا الحقيقه يعني بنفخر ان احنا بدانا يبقى في جسر بري متواصل من المساعدات لا يتوقف، يعني احنا كل يوم بنشهد جسر كبير من التريلات بتتحرك من القاهره لحد رفح، لحد مرورا بالاراضي المصريه وصولا للاراضي الفلسطينيه وتلقيها من الجانب الفلسطيني بشكل الحمد لله لا يتوقف. وده زي ما قلت لحضرتك ده بفضل القياده السياسيه اللي وصلتنا للمرحله دي، ان احنا في استمرار في المواد الاغاثيه والمساعدات اللي تدخل لقطاع غزه. حياه كريمه شاركت بشكل خاص من خلال 15 تريلا بتتحرك بشكل يومي من القاهره للمعبر رفح، وده كمان بيكون في اطار مشاركه اكبر في مع التحالف الوطني طبعا وكل مؤسساته الكبيره والرائده للمشاركه في من خلال بقى القافله الثانيه اللي هي بتضم 50 تريلا بشكل يومي. وطبعا ما عندناش حد اقصى يعني هنوصل له، احنا هنفضل نوصل في المساعدات الى ما لا نهايه والى تحسن الاوضاع باذن الله وانتصار غزه باذن الله. بإذن الله. بالأمس كان في تويتر للسيد رامي الناظر، هو الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، وكان بيناشد الحقيقة كل الجهات وبيناشد العالم إن مخزون المساعدات شرف على الانتهاء، وإن الأهالي في غزة محتاجين كميات كبيرة جدا من المساعدات. وحضرتك ذكرتي يعني مساهماتكم، والحقيقه بشكل عام هي مصر ليها نصيب الاسد الحقيقه في حجم المساعدات اللي يعني بترسل الى غزه. لو ممكن
تكلمينا هل في تحرك ما مثلا من جانب التحالف او من جانبكم انتوا حياه كريمه لمناشده جهات اخرى للمساهمه، وازاي كمان بتقدروا تشتغلوا على ان يفضل في هذا الشريان مستمر لمد اهالي غزه بكل احتياجاتهم؟ طيب، هو الحقيقه انا بحيي حضرتك الاول على السؤال، لانه الحقيقه بالفعل امبارح التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي اطلق مناشده دوليه لكل دول العالم ان هم يبداوا يشاركوا مع التحالف ومؤسساته ومع مصر. احنا ما بنتكلمش في التحالف ولا بنتكلم باسم مؤسسات مجتمع مدني، احنا بنتكلم باسم مصر الحقيقه، انها زي ما قلت لحضرتك هي اصبحت بوابه الاغاثه وبوابه المساعدات الوحيده لغزه. فاحنا بالفعل امبارح التحالف اطلق مناشده دوليه لكل دول العالم انها تشارك معانا، وكمان مؤسسه حياه كريمه على وجه الخصوص الحقيقه من بدايه الازمه من 7 من اكتوبر كان لينا الحقيقه تحرك قوي وفعلي، وان احنا بدانا وخصصنا كل حسابات التبرع في البنوك الخاصه بحياه كريمه اصبحت موجهه بالكامل لدعم غزه. فاذا اصبح الوقت اللي يتبرع على حسابات حياه كريمه في البنوك المصريه ومن خلال الرسائل القصيره طبعا وكل وسائل التبرع من الموبايل او من البنوك اصبحت بتتوجه لدعم غزه في بتتبلور في صوره الاغاثات والمواد الغذائيه والمستلزمات الطبيه اللي بنجهزها بشكل مستمر. طبعا الموضوع محتاج دعم، طبعا ما فيش جهه تقدر تكمل لوحدها، فعشان كده نسيبنا المجتمع الدولي كمان انه يشارك معانا. فطبعا المصريين بره مصر يقدروا يشاركوا من خلال حسابات حياه كريمه، نتلقى التبرعات من الخارج من خلال حسابات حياه كريمه على وجه الخصوص، ومن داخل مصر كمان. و الموضوع يعني ان شاء الله هي هيلقى استجابه باذن الله، لانه الحقيقه احنا بنتسائل كتير انه ازاي نشارك معاكم في هذا المجهود الكبير. وانا حبيت انوه على ده من خلال حضرتك انه احنا نتلقى تبرعات من داخل مصر وخارج مصر من خلال حسابات مؤسسه حياه كريمه في كل البنوك المصريه. حضرتك ذكرتي الشباب المرابط على المعبر واللي قام بدور يعني رائع بالحقيقه، ومثال ممتاز لاي شاب النهارده بيشارك في عمل أهلي، وحتى اللي حابب أنه هو يكون جزء من أي كيان من هذه الكيانات. يعني الرسالة اللي بتوجهها للشباب اللي حقيقي يعني وصلوا الليل بالنهار وسابوا بيوتهم ومتفرغين لهذه المهمة النبيلة، ولكل حد نفسه يكون جزء من هذا العمل، رسالة بترسليها النهاردة للشباب المصري بشكل عام والشباب المتطوعين بشكل خاص عند المعبر؟ يعني ما فيش اكتر من ان هم فضلوا معتصمين امام المعبر ايام وايام، ويعني وصلنا ل 14 15 يوم ما فيش اي امل ان كان المعبر يتفتح، ورغم كده الشباب رافضين انهم يروحوا. الشباب كانوا بيناموا في مكانهم امام المعبر، كان في ممكن يتوجهوا لاي فندق قريب، الشباب رفضوا، رافضين كل الاكل والشرب واي احتياجات اساسيه، ولكنهم مصرين على موقفهم الحقيقه لحد فتح المعبر. والحقيقه الحقيقه يعني الموقف ده كان ليه تاثير دولي كبير، وده اللي شفناه من خلال زياره الامين العام للامم المتحده نفس مكان الشباب اللي كانوا معتصمين فيه لايام طويله، جه الامين العام وطالب بفتح المعبر وطالب ب يعني ارسل رساله للانسانيه كلها. فالحقيقه الشباب هم مش محتاجين مننا رساله، على قد ما دورهم مؤثر، دورهم كان كبير جدا، ولسه مكملين لحد النهارده. عايز اقول لحضرتك الشباب موجودين في رفح بشكل كبير جدا، بيواصلوا الليل والنهار، وكمان يعني حقيقه مش الشباب بس، انا عايز اقول لحضرتك سائقين التريلات اللي معانا والعمال اللي معانا وكل الناس اللي مشاركه، كل الناس دي متطوعه، كل الناس دي مش عايزه اي حاجه، وحتى ما بيفكروش ان هم ياكلوا ولا يشربوا ولا بنوفر لهم اي احتياجات، غير ان هم حاسين قد ايه بالمسؤوليه اللي هم شايلينها على عاتقهم بالنيابه عن 100 مليون مصري واكثر، ان هم دول احنا اخر يعني مصري واقف على الحدود يودي المساعدات لغزه، فهم شايلين المسؤوليه وشايلين يعني حب كبير جدا لاهالي غزه في قلبهم، وحب للقضيه الفلسطينيه كمان، ودي مسؤوليه كبيره مخلياهم لحد النهارده لسه موجودين امام المعبر. يعني ما رحناش يوم او اثنين او ثلاثه وشفنا الشباب هناك، ولكن هم لسه مستمرين النهارده ومكملين مع كل قوافل الاغاثه اللي بتقدم بشكل مستمر ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يحفظهم ويعني ويديم البركه فيهم، لانه فعلا هم مثال رائع، هم بيمثلوا كل مصري وجودهم زي ما حضرتك قلتي على آخر نقطة على الحدود. بشكر كمان جهود حضرتك وكل أعضاء التحالف الوطني الحقيقة على كل المساهمات وإحساسكم العالي بالإنسانية وبواجبكم الوطني والعروبي. دكتورة غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لحياة كريمة، شكرا جزيلا لحضرتك.